لازم هاجي لك ازاي نقدر نستغل ده تسويقيا، ازاي نقدر نعلي من القيمه التسويقيه للكره المصريه اللي عندنا ناس في العالم شايفينها انه بقت حاجه كبيره. عندك ناديين في نهائي البطوله القاريه، الاخوه العرب الاشقاء العرب نفسهم باصين لده نظره تقدير واحترام كبير. المعلق الرياضي فهد العتيبي سئل في اون تايم سبورتس عن نهائي الاهلي والزمالك، شايفه ازاي؟ صعب خاص، تحدي كبير، ما بالك اذا كانت ديربي، ما بالك اذا كان ديربي بهالحجم، ديربي تاريخي بين الاهلي والزمالك. كان بيكون الجمال شكل احلى لو كان الجمهور حاضر. طبعا. رؤيتك في الفتره الاخيره للاهلي وللزمالك، شايف اللقاء ازاي؟ اللي شفته انا في البطوله وفي الفتره الاخيره بالنسبه لاداء الزمالك انهم عندهم قدره عاليه بصراحه على تاديه الادوار الدفاعيه، التحفظ الدفاعي بشكل جيد واللعب الجماعي. ممكن نشوف الاسلوب هذا موجود حتى في المباراه النهائيه عكس النادي الاهلي اللي مثل ما تفضلت يحب الاستحواذ اكثر على الكره. لكن في مباريات الديربي انت تنتظر مفاجات طبعا، على هي تحسم على جزئيات بسيطه. ما اظن ان المباراه راح تحسم بسهوله، اعتقد انها بتكون مباراه صعبه جدا على الفريقين، وما استبعد انه المباراه يعني تستمر في حاله تعادل فتره طويله، يعني ما تحسم الا في الامتار الاخيره. ممكن تصل لضربات الجزاء تقصد؟ ممكن جدا، ممكن جدا، يعني اللي شفناه في هالبطوله في تقارب كبير في المستوى بين الفريقين وفي رغبه كبيره. يعني الاهلي الجيل الحالي حاب انه يفوز ببطوله افريقيا، لانه ست سنوات تقريبا الاهلي ما ذهب هالبطوله، ما فاز في هالبطوله، وهو يعني بين قوسين سيد البطوله على مستوى الالقاب واكثر فريق فوز في كاس افريقيا. صح. الزمالك عندهم رغبه انه هذا حلم بالنسبه لهم، فتره طويله بالنسبه للزمالك تتكلم من 2002 لم يحقق الفريق بطوله افريقيا. صح. طيب خليني اسالك من وجهه نظرك، ابرز اللاعبين اللي ممكن يبقوا هم العنصر المؤثر في اللقاء ده من الاهلي ومن الزمالك؟ وشوف اكيد كل فريق يراهن على الاسماء الموجوده عنده، بس انا بعد كمان راهن على الاداره الفنيه داخل الماتش. يعني مباراه بتكون صعبه حتى على مستوى المدربين. انت توقعاتك ايه للقاء زي ده؟ يعني من رؤيتك للاهلي ومن رؤيتك للزمالك، شايف مين الاقرب للقاء؟ انا قراءتي المباراه الاهلي يمسك كوره والزمالك يتراجع، وهنا حنشوف ايه اللي هيحصل. لكن مفيش توقع مين الفايز، مين الاقرب؟ بصراحه ما في توقع، صعب، مباراه نهائيه ومباراه ديربي، يعني ما يمكن تتوقع فيها. بتفق معاك جدا. ما هو لا جديد، نفس الكلام، يعني كل الناس شايفه ان الماتش في الملعب والتوفيق، ما حتى مش قادرين يعني اصل سؤال مين اللعيب مين اللعيب مين اللعيب؟ ما يعني ما انا شايف حتى السؤال نفسه اجابته هتضيف شيء لحد الماتش ده. ممكن لعيب ما انتش عامل حسابه خالص هو اللي كسبه،